وينضم إلينا مشاهدينا عبر السكايب من كربلاء أخصائي طب الأسرة الدكتور علي أبو طحين. دكتور أبو طحين، مرحبا بك في نشرة العراق اليوم. كم يبلغ هنا عدد الإصابات والوفيات والشفاء أيضا في كربلاء، خاصة أن الدكتور أدهم إسماعيل وهو ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أكد فيه أن الوضع في محافظة كربلاء هنا مطمئن؟ مرحبا، مساء الخير. الحمد لله، الوضع في كربلاء ان شاء الله مستقر، الامور يعني تجري على مسارها. العمليات الرصد للحالات الكورونا الكوفيد 19 مستمره، اكو زياده في اعداد التحاليل. الحمد لله يعني مختبر اصبح يعني اليوم تم الاختبار التجريبي لمختبر محلي، انه التحاليل ان شاء الله من الغد بلكت ان شاء الله تكتمل، انه راح تكون تحاليل تجرى في كربلاء. هاي راح تساعدنا انه كميات تحاليل اكثر، لانه مثل ما تعرفون انه بالعراق اصبح عندنا شوي كان نقص باجراء التحاليل. الحمد لله مع الامكانات، الحمد لله هسه وزاره الصحه زادت عدد التحاليل، بدينا نتجه للمجتمع الرصد الفعال وزياده اعداد التحاليل، فنتوقع انه راح نكتشف ان شاء الله حالات اكثر. وهذه طبعا اكتشاف الحالات هو ليس امر سلبي، بالعكس وانما امر ايجابي حتى نقدر نسيطر عليها. واليوم كان ممثل منظمه الصحه العالميه في العراق، كان موجود دكتور ادهم، والتقى بال يعني المسؤولين هنا والامانه العامه العتبه الحسينيه. تعرفين احنا مقبلين على الزياره الشعبانيه، هل ستحدث هذه الزياره؟ هل ستتم هذه الزياره دكتور؟ السلطات المحليه بالرغم من كل الدعوات الى عدم اجراء الزيارات يعني في هذه الفتره لمنع نقل المرض، هل ستتم هذه الزياره؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله يعني لن يكون هناك زائرين، انه بالعكس الاجراءات تتخذ موعدها راح الحين، اللي هي من اكبر الزيارات بالعراق وفي كربلاء، ثاني اكبر زياره تقريبا بعد زياره الأربعين. راح ان شاء الله يعني احنا تم تبليغ المحافظات، السلطه السيد المحافظ والاداره المحليه، انه عدم استقبال الزائرين، الطرق اغلقت، حظر التجوال الموجود. العتبه الحسينيه ايضا اعلنت، والعتبات قد اعلنوا انه الزياره يعني ما موجوده، يعني لن يكون هناك فقط المحليين، فلن تكون هناك ان شاء الله يعني لن تكون زياره يعني فعليه، وانما يعني بس الموعد يعني كل يعني احنا نحتفل بها في اماكننا، في بيوتنا، في محافظاتنا. نعم. ان شاء الله. نعم. الاجر والثواب واصل. نعم. وبالمستقبل ان شاء الله. نعم، من المعروف دكتور ان مدينه كربلاء لها تقاليدها العشائريه والدينيه ايضا، هذه التقاليد او الاعراف المجتمعيه تمنع بعض المصابين او المصابات من التبليغ عن حالاتهم هذه والذهاب الى المستشفيات، هل خفت مثل هذه الحالات في مدينتكم او محافظتكم؟ هل صار هناك وعي ازيد لدى المواطنين بالإبلاغ عن حالات الإصابة كي لمنع انتشار هذا الفيروس في المحافظة؟ الظاهرة اللي ذكرتها بالتأكيد موجودة للأسف. يعني التعامل مع المرض كمجتمع، بعض الناس ما تتصور يعني هذا المرض هو ليس وصمة، هذا المرض هو مرض عادي أي شخص ممكن يعرض. يعني شفنا احنا مسؤولين، رؤساء جمهوريات، رؤساء وزراء، أمراء، يعني كلهم مصابين، الغني والفقير، فماكو معرض، هو ليس وصمه. بس لكن بعض الناس يتخوفون، انه خاف يقولون بمرض كورونا او صابي فشي، فيخشى ويخاف، او يخشون الحجر انه راح شلون يعزلوهم في اماكن، فيتكتمون على الموضوع وصار فالتكتيم. للاسف الظاهر بدنا نحاول نوعي على هالموضوع، انه هذا الاجراء يعني التصرف مو صح، هذا مرض عادي جدا ان شاء الله وقابل للشفاء. والحمد لله بدينا احنا حتى نخفض من هالشيء، بدينا انه نستقبل، فتحنا عيادات يعني الكترونيه. نعم. فتحنا بالمراكز الصحيه، بعد مثلا ما يروح للمستشفى حتى يجري الفحوصات والتحاليل الاجراءات الاوليه، بدينا طيب دكتور. المناطق. طيب. واللي ما يقدر ممكن يفصل اسمه يروح لفريق البيت. طيب دكتور، هناك صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لادويه يتخوف المواطنون من اخذها خوفا من ان ينتشر المرض اكثر او يطور المرض نفسه في داخلهم. هذه الادويه مثل الايبوبروفين، الادفيل، الاسبيجيك، الفولتارين، ما صحت هذه المعلومات؟ هل بالفعل هذه الادويه تساهم في تدهور حالة المريض بالكورونا؟ هل لك أن توضح للمواطنين هذه المعلومات؟ إن صحت أو إن خطأت هذه المعلومات؟ أنا ما عندي تصور تام، لكن المعلومة موجودة. يعني هو صار في التحذير من أدوية البروفين والبونستان والأدوية المنستيرويدال أنتي إنفلاماتوري اللي نسميها هاي المجموعة،
هي ما لها تأثير على المرض، ولكن سوء استخدامها بكثرة من قبل المصابين ممكن يؤدي إلى هذه المشاكل، فبعض الناس تخوفت من عدم. وإحنا يعني مجتمعنا عندنا يعني كثير يستخدمون هذه الأدوية، عندنا مشكلة المفاصل واستخدام كبير للأدوية، لكن لا داعي للذعر، هو يعني تقليل. إحنا أي دواء استخدامه بدون وصفة طبية بدون حاجة بالتأكيد له مشاكل. هذه الأدوية تأثيرها أنه لا سمح الله هي نوعاً ما تقلل المناعة، لكن لا تسبب المرض ولا راح تأدي في شيء إذا أخذها بكميات كبيرة. والبدائل موجودة، اللي شاف أنه عنده هذا يعني اللي عنده ارتفاع حرارة ممكن يأخذ الباراسيتول العادي أو هالأشياء، فإحنا نتجنب المسألة، لا داعي للذعر. وإذا أخذ ما راح يصير به شيء، يعني ماكو داعي للقلق المقلق. نعم، كنت معنا عبر السكايب من كربلاء الأخصائي لطب الأسرة الدكتور علي أبو طحين، شكراً جزيلاً لحضرتك.